صار كم 16 سنة تلعبون علينا زين. أريدك أنت لا حد يحتب على الحكومة، لا حد يحتب عليها، لأن الحكومة أنجاس أولاد أنجاس، خونة الله وكيلك خونة وعملاء وأنذان، شو ترجى منهم؟ والبرلمان هاي 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 شدر عم خليها ساكت أحسن. وكيلك النظيف والشريف ما موجود بالبرلمان، الشاهد الله وكتبه. الشريف ترى ما داخل لا بالبرلمان ولا بالحكومة زين. كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للعملاء، كلا كلا للعملاء، كلا كلا إيران، 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 كلا كلا برلمان، كلا كلا برلمان، كلا كلا حكومة، كلا كلا حكومة، حكومة عملاء، برلمان عملاء، خونة لا ذمة ولا ضمير. واحد كل شاب قندرته تسوى البرلمان والحكومة من أولها لثانيها. انعام الشهيد يسوى الحلبوسي وابن حلبوسي، انعام الشهيد يسوى الحكومة وابن حكومة. كلا كلا إيران، كلا كلا إيران، كلا كلا للعملاء، كلا كلا للعملاء، كلا كلا للخونة، كلا كلا للخونة، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للحراق، نعم نعم للعراق، الأحزاب برا برا، الإعمار حرة، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للشهداء، نعم نعم للشهداء، نعم نعم للشهداء، بويا كل شي نسوه بس لا تنسون ثار الشهداء. أنا على أبو الحكومة، أنا على أبو البرلمان، أنا على أبو زياد وعبيد، بس لا تنسون الشهداء، ثار الشهداء برقابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مع موضوع الشهداء. كما استمعتم لحديث هذا الشيخ من محافظة ميسان، وهو يتحدث ويوصي المتظاهرين بعدم نسيان دماء الشهداء، وأنه يجب أن يثأر الشعب لدماء الشهداء التي سقطت في هذه الثورة. طبعا شيع المتظاهرون في ساحة التحرير الناشط الذي استشهد برصاص القوات الحكومية والميليشيات في الساحة. قال المتظاهرون أن الشهيد كغيره من الشهداء الذين ذهبوا ضحية لفساد الأحزاب المؤتمرة بأمر علي خامنئي وكذلك قاسم سليماني، وأكدوا عزمهم على الاستمرار في التظاهر. دعونا نشاهد هذا المقطع. اللي قتله، اللي قتله، اللي قتله الكفرة اللي نزموا العراق وحكموه. نعنت الله عليكم وعلى السيماني وعلى الخامنئي، نعنت الله عليكم وعلى السيماني وعلى الخامنئي وعلى الذيول وعلى الأحزاب. إن شاء الله انتصر عليكم. هاي الدماء، الدماء الزكية، هاي دماء الشرفاء الأبطال. كما أيضا شيع طلاب كلية الهندسة في جامعة دجلة الأهلية نعشا رمزيا لزميلهم أمير تشلب الذي توفي طبعا بعد شهرين على إصابته بقنبلة غازية على جسر الجمهورية في بغداد. بسبب الإصابة استشهد هذا الشاب. طبعا هذه حالات كثيرة تحدث وترد بين حين وآخر، الإصابات التي حدثت في هذه الثورة في هذه المظاهرات جراء القمع الحكومي وجراء القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، هي أيضا هناك أرواح تفقد بين فترة وأخرى حقيقة نتيجة قوة الإصابة وتأثيرها على المصاب، وبالتالي بين حين وآخر نسمع عن وجود مزيد من الضحايا نتيجة هذا القمع ونتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا لها.
في الوقت هذا طبعا هناك ترويج حكومي في وسائل الإعلام طبعا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جيوشها الإلكترونية التابعة للأحزاب والميليشيات وغيرها أن أعداد المتظاهرين في الساحات هو قليل، وهو محاولة أيضا من أجل إضعاف هذه الثورة معنويا عن طريق إيصال رسالة للمجتمع بشكل عام أن هذه المظاهرات بدأت تفقد قيمتها وتأثيرها، وبالتالي نشاهد أعداد قليلة من المتظاهرين. لكن رد المتظاهرون بتأكيدهم على مواصلة استمرارهم بالاعتصام والتظاهر حتى إسقاط هذا النظام ورحيله، فنشاهد. يا وليد قالوا التحرير فارغة، شو تقولونهم؟ احنا هنا ومروا وظالين وباقين ندور وطن. احنا هنا احنا هنا. طبعا هذا رد بسيط جدا من المتظاهرين بمقطع جميل مختصر لجميع المشاركين الفئات العمرية اختلافهم بهذه الثورة، وهي رسالة واضحة لكل من يشكك بقوة هذه الثورة وإصرار المتظاهرين فيها على المضي قدما حتى إسقاط النظام. هذه رسالة واضحة للرد عليهم وإيصال الرسالة التي تقول وتؤكد وجود هؤلاء في الشوارع حتى إسقاط النظام، متحملين البرد ومتحملين الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وكذلك هم يقاومون بأجسادهم العارية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. هي أيضا رسالة قوية جدا أن هذا الموضوع لم يؤثر على بقاء المتظاهرين، بل هم مستمرون ويزيدهم عزما وإصرارا على المضي قدما حتى تحقيق الهدف المرجو، وهو رحيل هذه السلطة بأحزابها الفاسدة وإسقاط هذا النظام. من معنا الآن؟ السيد أبو علي من كربلاء، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم أوحد كلمتهم. نعم. اللهم ألف بين قلوبهم. أستاذنا العزيز، نعم، واحد يحتار بأمره. كل الفضائيات، الأغلب الفضائيات لما مال الوثبة سواء إلى فد هولة فد موضوع كل كبير، وسواء فد أشياء وخلال 48 ساعة نزموا 10-15، بس إحنا جاي نشوف شبابنا يوميا ينكتل من عندهم. نعم. 3-4-50 مال الفدرية ومال السنك. نعم. عنده شيئا لم يكن، وياهم يأكيد يقول الطرف الثالث مثل ما كنا صغار احنا، كان يقول لنا الطنطل والسعلوة. الصغار ما يعرفونها، الأغبياء ما يعرفون عاجز السامع، بس الكبار والعاقلين يفهموها. هسه الدولة في وادي هم الأغبياء واللي ما يفهمون الشعب العراقي، يفكرون انه يراهنون على الوقت او يحاولون. نعم. الفضائيات مثل العهد، مثل العالم، مثل كم قناة تابعة الإيران. نعم. ما تفكر بس انه شلون تقضي عليهم، ولكن ان شاء الله ان شاء الله. شلون تفسر يا ابو علي؟ ابو علي شلون تفسر اللي تفضلت به حضرتك تقول انه موضوع الوثبة القناص الذي قتل 5 من المتظاهرين في ساحة الوثبة، والذي صور عن طريق الآلة الإعلامية الحكومية أنه هذا شاب عمره 16 سنة ومثله بجثته، رغم أنه موضوع التمثيل بالجثة وقتل المتظاهر تم على يد القوات الحكومية وجهات مجهولة مثلت بجثته، وتبرأ وتنصل المتظاهرون من هكذا أفعال إجرامية، فكرة التمثيل بالجثث، وتبرأوا من الفاعل. لكن مع هذا شو تقول على فكرة أنه يروجون ويهولون من قضية مقتل هذا الشخص في ساحة الوثبة وشبابنا دي يوقع يوميا بالشوارع ولا يعيروا لهم أي اهتمام؟ أستاذنا العزيز، هو هذا من سرايا عاشوراء اللي مسؤولهم كانوا الجابري. نعم. هذا اللي فد اسم مخلينهم انه قوة ما لا تقهر وكذا على السؤال. مو بس هذا، حتى
كانت الشرطة والقوات الأمنية قسم كانوا مشرفين وقسم هم اللي قتلوا هم اللي قتلوا. والفيديو موجود وعرضناه. وفعلوا. هذا يريدون يعني كل جهتهم حتى يخربون سمعة المتظاهرين. ولكن هيهات. وأنا أقول بس شيء واحد. تفضل. هالأيام سامحنا هالأيام. إحنا شعب طيب. احنا شعب ما عندنا عنصريه، احنا شعب ما عندنا طائفيه. اذا واحد يظن انه بالمرجعيه خير هذا واهم والله. حتى سكوته والمرجعيه اللي في نفسها تريد تعيد ما قبل 11. هاي وحده. اثنين، برهم صالح لما راح هو يريد يخبط. انت عندك امور دستوريه وعندك مكنك الدستور لا تلغي البرلمان، ولكن هو ضرب عصفورين بحجارة. عسى وعلى إما يكون بطل، هو بطل للعراق وهو رجل صاحب تخطيب البلاد وصاحب الانفصال. طيب. وما بيناتهم يخترطون. دير بالكم دير بالكم أخوتي. دير بالكم دير بالكم رغض معد فقط العلم العراق. ولا تنسون الشهداء مثل ما قال هذا الرجل الكبير. شيلوا صورهم، لا تخلوهم ينسون دائما دائما. وهذا الطرف الثالث ماكو معروف، هذا خلي يقولون الطرف الثالث. ماكو حكي، الاختيارات ما تهمنا، القتل ما يهمنا. مستمرين ان شاء الله بالمظاهرات والله ينصركم وينصر العراق جميعا. وانا اشكرك استاذنا العزيز. شكرا سيد ابو علي، كنت معنا من كربلاء. طبعا يطرح السيد أبو علي سؤالا مهما أيضا، هذا الوقت الذي نشاهد فيه هذه الأعداد المستمرة من الشهداء ومن الجرحى، لم نرى الآلة الإعلامية الحكومية الحزبية الميليشياوية تسلط هذا الضوء كما سلطته على قضية مفتعلة مفبركة كما حدث في ساحة الوثبة. وهذا الشخص طبعا هو ضرب مثال السيد أبو علي بهذه الحادثة، ونحن أيضا نؤكد هذا الكلام أنه نتساءل لماذا لا تسلط الآلة الإعلامية الحكومية الحزبية الضوء على أعداد الشهداء الكبيرة التي تسقط كل يوم في ساحات التظاهر في العراق جراء الاغتيالات، جراء عمليات القمع الحكومية والميليشياوية للمتظاهرين، وهذه الدماء التي تسيل كل يوم الآن في الشوارع. لا يمر يوم منذ انطلاق الثورة وحتى هذه اللحظة لم نسمع بها عن وجود حالة اغتيال أو حالة قتل متعمد للمتظاهرين أو للناشطين في التظاهرات من قبل الميليشيات أو من قبل القوات الحكومية، بل نسمع فقط عن الترويج لفكرة المندسين وفكرة المخربين وفكرة من يمثلون بالجثث، وهذه الإعلانات والإشاعات الحكومية التي يعني تحاول التسقيط وتحاول ضرب المظاهرات في صورتها الجميلة، الصورة السلمية التي خرج بها العراقيون. طبعا هذا الموضوع في العراق وثورة تشرين مستمرة بتفاعل شديد و تصعيد مستمر من المتظاهرين. هنا التصعيد نقصد به عمليات إغلاق الطرق وعمليات القطع المستمر لها، ونأتيكم ببعض الأمثلة مشاهدينا الكرام تقريبا ليس تقريبا تحديدا في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق. توقف الإنتاج لأول مرة منذ اندلاع تظاهرات ثورة تشرين، وذلك بعدما قطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى الحقل النفطي تضامنا مع متظاهري ثورة تشرين في مدن العراق. وكالة فرانس بريس ذكرت عن مسؤولين حكوميين نقلت عنهم تأكيدهم أن المباني الإدارية التابعة للشركة النفطية الوطنية المشغلة للحق المغلقة منذ 50 يوما في سياق حملة العصيان المدني في البلاد. وبينت الوكالة أن الإنتاج في الحقل النفطي توقف اليوم السبت حينما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إليه مطالبين بتوفير وظائف لشباب المحافظة العاطلين عن العمل بسبب الفساد الحكومي. طبعا من شركة النفط في الناصرية إلى شركة إنترنت في بغداد تسمى IQ للإنترنت تم غلق الشركة من قبل المتظاهرين وسط العاصمة استجابة لدعوات الإضراب العام في البلاد لسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، وكتب المتظاهرون عليها مغلقة باسم الشعب وكذلك بسبب سوء الخدمة. هذه الحملة التي يقوم بها المتظاهرون، حملات الإغلاق، هي التصعيد الذي نقصده، قطع الطرق والقطع الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية أو الشركات الحكومية بشكل عام، والإضراب العام هو هذا التصعيد الذي يستخدمه المتظاهرون
لأن طالما خرجوا بالسلمية فالوسائل السلمية فقط هي المسموح بها وهو ما يقوم به المتظاهرون. من معنا الآن؟ السيد سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم. حياك الله، أهلا وسهلا. بارك الله في هذه القناة المباركة، وشكرا أبطال العراق والحمد لله. بالنسبة لهذه الحكومة، هذه العصابة، يعني الصراحة مسألة السلمية هذه اللي ضيقت الخناق على عملية التصدير والنفط هذه لفتت العالم كله يكون مع الثواب، والحمد لله فكرهم ووعيهم وإنسانيتهم، وقسما بالله العظيم أن هذول المتظاهرين حافظوا على البلد أكثر من سبحان الله، تغيرت الشوارع وزانت الأمور، والله إن شاء الله يوفقكم ويستركم، أموركم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد سعد، كنت معنا من السعودية. لدينا بعض الرسائل التي ترد الآن مشاهدينا الكرام، نقرأ لحضراتكم جزءا منها. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين العراقية والمشاهدين الكرام والثورة والثوار المجاهدين. أستاذ العزيز، ما بني على باطل فهو باطل. الاحتلال الأمريكي والإيراني الصهيوني والعملية السياسية وجلاوزتهم في الخضراء باطل، شجرة عوسج ضارة غير نافعة، دواها أما القلع من الجذر أو الحرق والخلاص منها. والله ناصر الشعب العراقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا سيد مصطفى. مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي أهلينا التائبين الأحرار الأبطال اللي أعدتهم بالملايين. ويكذب الأعداد هؤلاء القتلة من عصابات الثرثرية اللي بنشروا وبحاولوا يشوهوا سمعة الثورة ويقولوا أعداد قليلة. أعداد قليلة يا أخوانا، الوطن كله يا أخوانا رفضكم، وكل الدول العربية وكل المؤيدين وكل أبناء العراق في الوطن العربي بالكامل يرفضكم رفضا قاطعا. دي الحقيقة، وأنتوا زلتوا فعليا مسألة وقت فقط لا غير. فما تحاولوش تلفوا وتدوروا الثورة كده كده نجحت بنسبة 90%، فاضل 10% القبض عليكم يا مجرمين يا قتلة، وتسلمكم إلى المحاكمة بإذن الله تعالى. فلا خوف، مش خايفين على الثورة أبدا، ثورة كل يوم في الظهار وعز وشرف بإذن الله تعالى. أما سيدي بالنسبة لتصفية الناشطين وإغلاق النفط وإغلاق إن شاء الله مطار بغداد قريبا بإذن الله تعالى بالسلمية أيضا، فحولنا بيكتب عن كل الكلام ده. هو كل القصة أن في تعتيم إعلام عربي وتعتيم، يعني مع الأسف، يعني مع الوقت بقول لك مع الأسف بكل يعني حسرة حسرة صراحة لحكامنا العرب. يعني إحنا مش أعدائكم، يعني إحنا والله ما إحنا أعدائكم، إحنا ناس وطنيين، ناس ننتموا لوطننا، ناس عندنا أمل، ناس نتطلع للأفضل، شعوب فعالة، لنا أصل لنا تاريخ، ما بنخونوش مقاومتنا الوطنية اللي بتدافع عن العرض والوطن والشرف، ده حق حكم مشروع. فلماذا التعتيم الإعلامي على الثورة العراقية لم يفيد، لم يدي نفع في ثورة العزة والكرامة مؤيدة بإذن الله من قبل كل وطني وصالحين في المجتمع وكل البشر بؤيتها؟ فلا حول لكم ولا قوة، نطالب حكامنا في الخليج يعني على الأقل بتأييد الثورة والاعتراف بها. العراق أمن قومي لكم، العراق حميكم طول على طول التاريخ وطول من يوم نشأة الأرض، العراق حامل حمى وحامل أمة. عار عليكم، عيب يعني، عيب أما تبقوا مع شوية ثرثرية قتلة، لا عهد لهم ولا دين ولا شرف ولا ينتموا للعراق أصلا ولا هم عراقيين أصلا. وضحت الفكرة سيد مصطفى، أشكرك أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والكادر العمل الموجودين في البرنامج. حياك الله، أهلا وسهلا. يعني إحنا مع الأسف لحد الآن نتوخى من المحكمة الاتحادية ومجلس النواب وكذا أن يصير في التغيير حسب ما وعده الشعب. طيب، والحقيقة هم كل اللي جاي يسووه هو أنه جاي يستفيدون من الوقت لصالحهم. أكثر من اللي قبل جاي يعززون هاي التعديلات الجديدة يعني لصالح الأحزاب ولصالح الحكومة أكثر مما تفيد أو لم تفيد الشعب بأي بند واحد. ثانيا أنه شغلة الفاسدين والمفسدين،
وكل واحد يطلع وقال لك راح نكشف الفاسدين والمفسدين والسرقات والكذا. ما كشفوا ولا اسم واحد. يعني لو تجي تحسب على صعيد محافظة النجف كلهم فاسدين. العملية السياسية المحلية المحافظ والنائب مالته والمحافظ السابق عدنان الزرفي والنائب مالته وجميع رؤساء وأعضاء مجالس المحافظة اللي توالوا من 2005 إلى الآن كلهم حرامية. يعني عدنان الزرفي أفسد واحد ماليا وإداريا وأخلاقيا. بدل ما يعاقبوه ويقول له من أين لك هذا صعدوه سووا أنه بعضهم من النواب. طيب وين حقوق الشعب؟ الأموال المرصودة لتطوير وتحديث البنى التحتية وإعادة الإعمار في مركز المدينة والأقمية والنواحي كلها لفطاها وبمشاريع وهمية باسم الاستثمار. هل تتوقع أنه هل تتوقع أنه الآن قطعة أرض واحدة ما وزعوا على أي مواطن وعلى ولا على أي شريحة؟ سيد أبو زينب، هل تتوقع أنه القرارات أو القوانين اللي دا تسويها أو تخرجها للشعب الحكومة الآن البرلمان هي ستخدم فعلا المجتمع؟ يعني هاي الشخصيات الموجودة أو الأحزاب الموجودة هي كانت قدمت شيء أصلا حتى واحد ينتظر منها خير الآن؟ نعم. أسأل حضرتك على الأحزاب وقانون الانتخابات الجديد أو أي قانون أو أي وعد تقدم هاي الأحزاب للناس للشارع. هل هذه الأحزاب، هل البرلمان، هل الوزراء كانوا قد قدموا شيئا للمواطن العراقي حتى الآن ممكن واحد يصدقهم ويقول بالله ذولا ممكن يقدمون خير للمجتمع؟ لا لا، هذولا ما قدموا أي شيء ولا راح يقدمون أي شيء. وقلت لك أنا بداية حديثي أنه فقط جاي يستفيدون من الوقت لصالحهم. ما قدموا أي شيء للمواطن العراقي. العراق ما كان رغم كل المآسي والحروب السابقة وكذا ما كان الحالة مزرية. يعني حتى بزمن الحصار ما وصل بحالة مزرية إلى هذه الحالة اللي احنا نعيشها الآن. شنو الواجب على يعني العراق بانتحارات؟ شنو الواجب؟ ما في شيء تفضلوا العالم. أبو زينب، شنو الواجب على المتظاهر في الشارع الآن أن يقوم به في مقابل حكومة ما تهتم أكو شهداء، ما تهتم أكو مطالب تقول يجب أن يرحل هذا النظام ونريد وطن، ما تهتم أنه ترشح فاسدين والناس رافضتهم؟ شنو اللي لازم يسويه هذا الشعب في سبيل التصدي لهذه الحكومة بخطواتها بقراراتها بقوانينها وأشخاصها اللي تحاول تفرضهم على المجتمع؟ أنا قلت لك هم هذول يعني مثل ما يقول المثل العراقي الداري يجي خوط بصف الاستكان. الموجودين في سدة الحكم والأحزاب لحد الآن ما يريدون يفتهمون رسالة الشعب العراقي. أنه ما يبقون كلهم بالعملية السياسية وتذهب الأشياء كلها إلى صالح الشعب. هذولا ما يهمهم أنه يموت الشعب العراقي كله يدمر كذا. المهم أن يستنزفون آخر قطرة نفط وآخر دولار بالعراق لصالح جيوبهم. وكل من يطف زوجه يطلع للخارج، عوائلهم كلهم برا. فالحل الوحيد مو السلمية وما سلمية، ثورة في جميع المحافظات وأقتلع ذولا من الجذور. طيب. وأشحنهم بالشوارع. وشكرا. شكرا يا أبو زينب، كنت معنا من النجف. معنا السيد أبو الحكم من ألمانيا. أبو الحكم تفضل. حياك الله، تحية لك وللعراقيين كافة. أهلا وسهلا. إحنا هذا الموضوع يعني المظاهرات بلشت بمطالب واضحة. ما زالت واضحة وهي التخلص من العملية السياسية بكل أحزابها. المسألة اللي إحنا لازم ننتبه لها كعراقيين، يعني منطقيا لن يعني لا يوجد عراقي لديه قناعة أنه هذه الطغمة الحاكمة والأحزاب التي تكونت تحت رعاية الأمريكي والإيراني لديها استعداد للتنازل والخروج والعودة إلى حيث ما أتت. فالفرق إحنا كعراقيين لازم نلعب شوي تكتيكات مختلفة. شلون؟ يعني المظاهرات تستمر وتستمر بسلميتها وتتوسع بسلميتها، مو شرط بس ببغداد، المحافظات
تستمر. يعني هو العراق وما بس بغداد، صحيح، محافظات كلها موجودة. النفط لازم يقنن تصديره لما هو صالح ميزانية العراق، إذا مو يتم إغلاقه أصلا بالكامل، لأنه هو بالنهاية الفلوس رايحة لإيران ودول الجوار، ما رايحة بجيب العراقيين. فأكو هواي طرق نقدر نلعبها، لكن أهم طريقة وهي جابت مفعول يعني كارثي على الحكومة وعلى الأمريكان وعلى الإيرانيين، هو بقاها بالسلمية. قد ما حاولوا يطوها صبغة عسكرية، يجيبون تنظيمات يسوون هاد، ما قدروا يتجاوزون هاي المرحلة. المسألة الثانية، احنا ناخذ تجارب آخرين، يعني حكومة أوكرانيا بالتسعينات، اسقاط الحكم البريطاني في الهند اللي قام بها غاندي حركة سلمية، يعني يابا من يشتري منتجات بريطانية، لبسوا هاي الثاري والخاوليات ومشوا روحهم وعزلت معامل بريطانيا. يعني مو شرط كل شيء عركة. فإحنا مسألة مسألتين، يعني استثمار السلمية، اثنين اتباع أساليب إبداعية في استنزاف المادة السيولة النقدية المتوفرة لهذه الحكومة، ثلاثة وهي كلش مهمة، إنه يكون عندنا استعداد كعراقيين إنه نخلق بدائل. يعني الدول ترى مجتمعات، العراق مش أموره 6 أشهر سنة قبل ما يشكل حكومة، حتى في فترة الاحتلال الأمريكي، يعني هاي الحكومة ترى ما لها أي داعي. ما لها عازة، ما لها أي سبب للوجود، انتفت حادث، يعني خلاص لا مرجعيات تقدر تغطيها لأنه هي شريكة بالجريمة، لا أحزاب تقدر تصلح نفسها، لا دول جوار تقدر تتعامل وياها. فإحنا ما مجبورين نحصر نفسنا بهذا الخيار، بل بالعكس نقدر نحصر الأمريكي في خيار هو الآن يعني في باله، ولكن يتجنبه إلى آخر الحدود، يحاول يترك إلى خيار آخر، وهو أنه هو الأمريكي نفسه يرعى انقلاب عسكري على عملية السياسية، لأنه هو لم يريد حل. يعني هو صح ما يريد يتدخل وما يريد يصرف فلوس بالعراق، ويريد يبقي بس القواعد حتى إنه عنده توازن دولي بمسألة منع منافسيه الدوليين عن الوصول إلى النفط العراقي، ويريد يبقى هو نفسه موجود. أوكي ما يخالف، لكن هاي الحكومة ما تستمر، روح طق راسك بالحائط، روح شلون شفت عسكري عليها، يلا تعال هذا الجيش العراقي اللي انت حايفهم بالشارع بسوي نفسهم مساكين وفقراء والمتظاهرين وحتى سلاحهم مجرديهم من عنده، يلا روح اسلحهم وهاي وشيلوا هاي الطغمة الموجودة، مو تقول انت ضد ايران، يلا تعال شيل هاي الحكومة الموجودة بالخضراء وسوي انقلاب وتجيب لنا نظام رئاسي. يعني القصد وين؟ الاستمرار بتعرية كل الوجوه وكل اللاعبين في العراق، لان احنا دلاحظ كنا كعراقيين يوميا يشمروا لك اسم، مرة يشمرون فايق الكويتي، مرة يشمرون فايق انجليزي هو تربات ابو ناجي وجاي يصفي ملفات النفط بالبصرة بحجة والله رشحونا اياه. شلون شفت موضوع طرح الاستقالة مال برهم صالح، هذا الترويج اللي طرح الاستقالة، وشلون شفت أيضا باختصار موضوع قانون الانتخابات اللي طلع واللي للأسف يعني نوهم به البعض أنه ممكن يكون به خير للمجتمع؟ أسئلة ممتازة هاي من عندك. أولا برهم صالح ما استقال استجابة للشعب، برهم صالح طلب، يعني حسب مصادرنا داخل الحكومة طلب انه تعطوني كركوك وشويه من الموصل للمناطق النفطيه اقبل بالمرشح مالكم، من شاف ما قالوا له لا ما تصرف لنا هاي السالفه، والله هدد بالاستقاله. فهو مو استجابته، وانما مصالح حزبيه ضيقه هي اللي خلته يطرق هذا الباب. بالنسبه للقانون الانتخابات اخي الكريم، احنا كان عندنا سابقا قوائم تطلع تقول اني ويا القائمه الفلانيه الاسم الفلاني، حتى احنا كناشطين نتابعهم عن طريق هاي المسألة، إنه هذا تابع لهذا التوجه، هذا تابع لهذا الحزب. المشكلة بالقانون الجديد، أنت لما تنزل والله ترشح إلى المناطق وتقسم، وهذا هسه ما راح يلمون شك واحد من حماياتهم من معارفهم من هاي بأي قرية، يرشح منا كمجموعات ويصعدون الناس ما حد يعرفهم، إنه تعال يقعد اربط ياهو ويا منو يشتغل، وهاي عملية خدعة، هاي خدعة للناس، وما راح يوصلون. يعني الشعب العراقي ما يحتاج، يعني الحمد لله هو واعي، لكن لازم ننبه للألاعيب، هذول مبدعين بأساليبهم وحيلهم فقط للبقاء بالسلطة. ولهذا أنا أقول الاستمرار بالمظاهرات السلمية، ابتداع أساليب جديدة، ودفع الأمريكي لأن
هو بنفسه يتخلص من العمليه السياسيه بانقلاب عسكري. شكرا جزيلا لك سيد ابو الحكم، كنت معنا من المانيا. مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. شهيد أحد شهداء الوثبة، أحد شهداء الوثبة، هذا اللي قتله منه قتلوا الأحزاب، قتل السليماني اللي 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 أمر الذيول عندنا، أريد أسميهم اللي عندنا من الأحزاب، هذا اللي قتله الكفرة اللي لزموا العراق وحكموه. نعنت الله عليكم وعلى السليماني وعلى الخامنئي، نعنت الله عليكم وعلى السليماني وعلى الخامنئي وعلى الذيول وعلى الأحزاب. إن شاء الله انتصر عليكم. هاي الدماء، دماءنا الزكية، هاي دماء الشرفاء الأبطال. طبعا هذا رد من مواطن عراقي على كلام قيس الخزعلي الذي يقول بأنه لا يمكن التفريط بإيران، فهي حليف مهم، حليف مهم يرفضه الشعب، حليف مهم من وجهة نظري زعماء الميليشيات ومن وجهة نظري الأحزاب، هي مرفوضة جملة وتفصيلا في العراق وجودها ومحاولة السيطرة على الوضع. هي مسيطرة بالفعل، لكن الآن بعد أن خرج العراقيون بدأت تفقد أذرعها شيئا فشيئا. طبعا هي رسالة أيضا لكل من يعتقد أن إيران حليف للعراق، حليف بالنسبة لقادة الميليشيات وأحزاب السلطة وليست حليف للشعب. الشعب يرفض الوجود الإيراني، يرفض التحكم الإيراني، يرفض الجرائم التي ترتكبها إيران في العراق. سيد إيهاب من بغداد، تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وحيا قناتكم المباركة، وإن شاء الله هي دائما سباقة، وإن شاء الله الخير للعراقيين، وإن شاء الله يا رب يحفظهم من الشمال للجنوب. آمين. أحب أعقب على كلامك لما واللي هو كلام قيس الخزعلي اللي يقول بأنه العراق تابع لإيران، أو يعني إيران تتحكم بالعراق. تتحكم بالعراق، إيه نعم. طبعا على مر العصور زين إيران لابد زين تحاول تريد بأنه تستحوذ على العراق وتستحوذ على شعبه وتستحوذ على خيراته زين. وأبد ما استطاعت إن شاء الله زين من أجدادنا القدامى أمثال سعد والقعقاع زين والمعاصرين إلها أبدا ما خلوهم يعني يستحوذون على شبر من أرواح العراق. حتى لو إن كانت شوية من الحكومات اللي هي تتعاقب عليها واللي تتدخل بيها يعني الحكومات الإيرانية المتعاقبة، بس الشعب العراقي شعب عربي غيور زين، شعب عربي أصيل، لابد من العشائر العربية أنه توقف وقفة مشرفة. وقفة أصيلة مثل ما كانوا ثورة العشرين زين. يتذكرون القادة الأبطال زين. لابد أن يقفوا شيوخ العشائر، هاي شيوخ العشائر هسه دورهم، لابد أن يوقفون، لابد أن يحجون، لابد أن يدعمون أبنائهم اللي واقفين هسه بالبريد وبساحات التظاهرات زين، واللي هم متحملين أشكال وأنواع العذاب والاعتقالات والأشياء اللي مارسها الحكومات التبعية زين الموالية لإيران. لابد الشيوخ العشائر أن يوقفون زين. لابد أنه يوقفون ويوصلون ويساندون المتظاهرين زين، على مود يرفعون العراق عالي يعني. هذا العراق والله حرام، حرام، هذا ابو الخير، هذا ابو العراق العظيم يعني، والله يعني ان شاء الله يوقف زين. ويصير هو رائد الوطن العربي مثل ما كان، ومثل ما كان محامي وزين والمدافع عن البوابة الشرقية للوطن العربي. شكرا جزيلا يا إيهاب، كنت معنا من بغداد. معنا السيد ابو محمد من أربيل، تفضل يا ابو محمد.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك وقناه الرافدين والرحمه للشهداء. حياك الله. وشفاء العاجل للجرحى ان شاء الله. نعم. استاذ محمد. تفضل. اكو مثل يقول عندنا احنا اكو مثل يقول عدو صديقي. هسه اذا ما ينادون بامريكا والله العظيم ما تقوم لهم القيامه. هسه ما يخالف احنا نريد نخلص من ايران نجيب امريكا ونتفاوض ويا امريكا ان اذا ما نصيح امريكا واذا ما ننادي امريكا امريكا مثلا ما تتدخل. امريكا تخاف من الشعب تقول مثل ما طلعوا ايران راح يطلعوني لي اهمي انا واني متدخل واني منطي ضحايا واني منطي قتله وكذا وما ادري شنو هم راح يطلعوني من العراق. طيب فاحنا نريد مفاوضات ويا ايران ويا امريكا يطلبون طيب. امريكا بكي خلصنا من ايران. طيب ابو محمد انا عندي لك جواب على اللي تفضلت به من السيد ابو الحكم من المانيا. قال كلام جميل وهو اجبار الولايات المتحده امريكا على التدخل بالعراق عن طريق الضغط عليها وقطع مصالحها تجبر انه تتدخل وتزيح هؤلاء تحت ما يسمى ان هي تلبي مطالب الشعب. طبعا امريكا وكما يجمع الكثيرون أن مستحيل تتخلى عن مصالحها في العراق ونفطها وغيرها، لكن إذا شافت أنه الموجودين الأحزاب الموجودة ومن في العملية السياسية حيسببوا لها ضرر بسبب ضغط الشعب حتزيحهم وتجيب غيرهم. إحنا بدل ما نروج الفكرة أمريكا ونستعين بأمريكا، أمريكا هي سبب الخراب والدمار. يعني إحنا نستعين بمنه؟ نستعين بالولايات المتحدة اللي جابت إيران وجابت أحزاب إيران؟ بالعكس الفكرة بالعكس، الموضوع المفروض ينطرح عن طريق إجبار المجتمع الدولي وإجبار الولايات المتحدة اللي هي المفروض القوة العظمى في العالم على أنه تزيح هؤلاء، مو لأنه إحنا نستنجد بها، إحنا نجبرها. هذا عن طريق طبعا قطع مصالحها والتضييق عليها وعلى كل الدول المستفيدة من العراق. هكذا أعتقد تكون أفضل من فكرة أنه إحنا نستنجد بأمريكا، لأنه أمريكا بالنهاية ما جابت خير للعراق. استاذ محمد صحيح مصالحها بالعراق، بس اقوى هي هسه اقوى دوله بالعالم اقوى دوله بالمنطقه هي امريكا. والله العظيم اذا ما يستنجدون بامريكا امريكا ما تتدخل. طيب. يبقون يقتلون بهذا الشعب. استاذ محمد هاي وحده. اثنين عندي نقطه واحده للشعب العراقي للمتظاهرين. يعني معقوله يختارون فايق الشيخ علي رئيس وزراء مو صادف 16 سنه ويا هال صحيح يحكمون بالعراق فايق الشيخ علي مو وياهم صحيح يستنجدون فايق الشيخ علي. يعني ماكو غير فايق الشيخ علي. يعني ما العراق خلى من وطنيين. يعني العراق خلى من العراقيين الاصليين الوطنيين. البارحه يقول انا ما اقدر اتخلى من جنسيتي الكويتيه. يعني الكويت مو الكويت دمرت العراق حتى يدون يدخلون عندك جنسيه كويتيه. طيب. لا انا اقول ما يدخل فايق الشيخ علي. ما اريد فايق الشيخ علي يمين. اريد اي واحد صار له 16 سنه يحكم بالعراق ما اريد بهذا. هذول ما اريدهم بعد. شكرا لك يا ابو محمد من اربيل للمشاركه. معنا السيد ابو عمر من بغداد. تفضل يا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله كادر الرافدين وحي الله مشاهدين الرافدين والرحمه على شهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا. العفو اخي العزيز. احنا بالنسبه في ساحه التحرير وفي ساحه التظاهرات متواصلين تظاهرنا، واحنا مطالبنا من الاول قلناهم احنا تظاهراتنا سلميه. فللاسف اللي هاي الحكومه واحزاب السلطه اللي رادت تحاول تفريق هاي التظاهرات وعلى مود انه بقائهم في السلطه حاولت عده يعني طلعات وعده يعني محاولات فاشله بانه تقمع هاي التظاهر. والمظاهرين يرجعون شلون ما نقول لدورهم. فاحنا بقينا متواصلين لان طولت هاي 16 سنه اللي هاي الحكومه واحزاب السلطه اللي ما شفنا من عندها لا خير لا انجاز لهذا الشعب.
فبقينا متواصلين لحين اسقاط هاي النظام والطغمة الفاسدة الذي اتت من ايران والدول المجاورة. يقول الآلة الإعلامية الحكومية والحكومة تروج انه اعدادكم قليلة بالساحات ابو عمر، هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا اخي العزيز، احنا ما مو اعداد قليلة، وانما اكو يعني ناس اللي من رفاقنا اللي موجودين في ساحات التظاهر يعني متواصلين بين يعني يعيدون نشاطهم، يروحون لدورهم يشوفون وضعية اهاليتهم. نقدر نقول يعني مثل الجيش يروحون مجازين فج 4 أيام 5 أيام 6 أيام بعدين يعيدون نشاطهم في ساحة التظاهرات. طيب. أما التظاهرات موجودة من صباحا ولحد المساء الليل، يعني ناس أعداد تيجي من الطلبة من الجامعات من الكليات متواصلين. أما المظاهرين اللي موجودين في ساحة التحرير طيلة ما بين 65 يوم أو أكثر، يعني اكو ناس يعني ممكن ما طول التظاهرات موجوده، يعني يروحون لعوائلهم في بغداد وفي محافظات وبعدين يعودون مره ثانيه يتواصل هذه التظاهرات. التظاهرات ما ممكن انه اعداد قليله على مود تهبط معنويات الاحزاب السلطه اللي موجودين، لا والله العظيم. الان موجوده الان في ساحه التحرير اعداد كثيره وموجودين في الساحات وفي الخيم متواصلين تظاهراتهم. هذا الكلام اللي يقولون على المظاهرين دلالة عن خوفهم من خوفهم من المظاهرين، ويتمنون المظاهرات تكون قليلة. فنقولهم لا، هيهات هيهات أن المظاهرين سوف يعيدون نشاطهم في الأيام المقبلة وتزداد من أصواتهم وعصيانهم وأي شيء يريدون بالمطالب. المظاهرين هم قادرين أن يقدون يزيحون هاي الطخمة الفاسدة بتظاهر مستنمي وتقدم الدعم اللوجستي اللي جاي موجود يتواصل إلينا. الحمد لله وشكر المظاهرين لحد الآن ما محتاجين أي شيء لكن بس سوى يعني نقدر نقول قرص البرد، يعني هذا الديمور على ظروف باردة كلش في المطعم التركي أو في دائما دور الساحة ساحة التظاهر، يعني البدل يعني كلش يصير بالبرود، يعني اكو بعض المظاهرين ما يقدرون يتحملون البرد، فيروحون يعني باوقات وبعدين يرجعون باوقات مناسبه في الليل. طيب. او في النهار. شكرا يا ابو عمر، كنت معنا من بغداد. انا اشكرك واعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده لدينا على خدمه الواتساب. منتظر من كربلاء يقول: السلام عليكم، ان على اهل الحل والعقد من علماء الدين في العراق مسؤولية دينية وإنسانية في اختيار مرجع جديد يتحسس آلام الأمة بدلا من السيستاني الذي جاوز عمره 90 عام، والإنسان في هذا العمر لا يستطيع القيام بدوره بشكل فعال، كما لا يجوز ترك عبد المهدي الكربلائي ومحمد الصافي يفتوا لنا بحسب هواهم وما تشتهيه أنفسهم. رسالة تقول: تحية حب واحترام لكم أيها الأبطال في قناة الرافدين. مع الأسف التظاهرات يقودها الآن ويسيطر عليها التيار الصدري، ويريد أن يصبح رئيس الوزراء من سائرون حصرا. مقتدى استولى على التظاهرات منذ أن أسس القبعات الزرقاء وأدخلهم بحجة حماية التظاهرات، والآن هم من يتحكمون بالتظاهرات، والمطعم التركي لهم أيضا خدكم الثائرة. هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا، مع احترامنا طبعا لرأيك. هذا الكلام غير صحيح، اللي رفعوا شعارات ترفض مقتدى بالمظاهرات مستحيل يكونون أتباعه. تحية طيبة لقناة الرافدين، صوت الحق بحق إلهي بحق اسمك الأجل الأعظم، اكفي العراق وأهله شر مقتدى وأتباعه، واجعل بأسهم بينهم وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، فهم سرطان العراق وسبب دماره. تحياتي أخوكم الثائر علي سبتي حميدي من ذي قار. هذا الرد للرسالة السابقة. رسالة تقول: تحية حب واحترام إليكم أستاذ محمد، اللهم انصر العراق على إيران، الفرس خائن ويبقى الثوار منصورين إن شاء الله. أم فهد من أربيل، شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، يا من نصرتم الشعب في وقفتكم مع المتظاهرين وفقكم الله ونصركم الله ونصر الله متظاهرين، أبو كرار من النجف. شكرا لك يا أبو كرار. يقول: شو الحد هسه ما حد يذكر الأموال الطائلة اللي جاي تهدر على الرفحاويين رغم حرمتها من قبل المرجعية؟ يعني احنا تحدثنا بهذا الموضوع سابقا يا ابو كرار عن الاموال، وتحدث الكثيرون عن هذه النقطه، ويعني هذا السؤال حقيقه يعني نحن نسال: لماذا يستمر الانفاق على الرفحاويين؟ بل هم بالعكس هم الذين يساندون الان الحكومه في سبيل بقاء امتيازاتهم.
السلام عليكم، يجب على الدول العربية دعم الشعب في ثورته، الخلاص من الميليشيات والأحزاب المجرمة ويرجع لأهله. أحمد من مصر. طيب شكرا يا أحمد. رسالة تقول أرسل لنا مقطع مصور ويقول طفل عراقي يردد أريد وطن وكنا العراق كلنا العراق. السلام عليكم أخي الكريم، الفراغ الدستوري الذي يشهده العراق وما نسمع من هؤلاء الفاسدين المتحصنين في المنطقة السوداء هو ليس وليد هذا اليوم، بل هو منذ عام 2003. تحياتي لكم. شكرا لك. مساء الخير قناة الرافدين أخي محمد، والله اللي يقتلون المتظاهرين هم الميليشيات والحكومة تعرف. شكرا لكادر قناة الرافدين فاتن من ألمانيا، شكرا لك. رسالة تقول السلام عليكم، نحن ثوار محافظة واسط، رسالتنا إلى الطبقة السياسية شلع قلع وحتى سائرون وياهم، لن نترك مطالبنا التي خطوها شهداؤنا بدمائهم، لن نخون الشهداء. أبو عباس العتابي شكرا لك. رسالة تقول تحية لقناتكم الموقرة، ثورة مستمرة والأهداف واحدة ومعروفة، الحكومة في طريقها للانهيار والسقوط واحدا تلو الآخر، المجد لشهدائنا الأبرار والموت لأعداء العراق، ندى من الدنمارك. شكرا لك. رسالة تقول تحية طيبة، إن شاء الله النصر قريب للثورة، وصدقني الأحزاب بأكرادهم وبسنتهم وشيعتهم سيتحاكمون. شكرا لك. رسالة تقول أرسل مقطع، لا يمكن عرض المقاطع المصورة. تحية وألف تحية لقناة الرافدين البطلة، شكرا لك. رسالة تقول شكرا لقناة الرافدين، أخ محمد العامل لا يعمل الحكومة الحل الواحد، ما افتهمت يعني شنو العامل لا يعمل الحكومة الحل الواحد هو الجميع، ما افتهمت الرسالة مكتوبة بصيغة غير مناسبة، لما افهم معذرة منك. السلام عليكم، انقطعني البث من الآيباد وجهاز الهاتف، هل الهاتف أيضا هل هذا تشويش؟ أنا أستمع لكم من بريطانيا. طبعا سنحاول فهم هذا الموضوع، ربما يكون تشويش لأنه نتعرض له دائما. طيب آخر رسالة، السلام عليكم، أمريكا هي حليفة إيران وهي التي سلمت العراق لإيران، فمن المستحيل أمريكا تضرب إيران، لا ولن تعادي إيران لأنها حليفة لها، وكل الكلام اللي تنطق به أمريكا تجاه إيران كذب، هكذا يرى أحد المشاركين. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وأشكر كل المشاركين الكرام الذين تفاعلوا معنا في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.